الحياة مجموعة حكايات، لكل إنسان حكاية. بعضنا يسافر بحكايته عبر الحدود، وآخرون هنا ليبدأوا حكاية جديدة. في السفر تتلاقى العقول والقلوب والحكايات. نسافر لنبدأ قصة جديدة، أو لتحقيق حلم جديد، أو لاستكشاف أماكن جديدة. بعضنا يجد حلمه، وبعضنا الآخر يكمل رحلته للنصف الآخر من الأرض بحثاً عن حلمه، وآخرون هدفهم تحقيق أحلام البشر. وتبقى القصة الدائمة قلوب تنتظر وعيون مشتاقة لبدء حكاية جديدة. ملايين الحكايات الجميلة تسافر وتزدهر وتعيش النهايات السعيدة. واليوم نستقبل الحكاية رقم مليار، المسافر رقم مليار، عبر مطار أصبح جزءا من حياة مليار إنسان حملوا أحلامهم عبره ليدخلوا دبي أو يعبروا منها للمستقبل، ولتتحول الأحلام لحكايات والحكايات لحياة جديدة.